في قناه شوف تي في فهد المباشر من مدينه سلا. اليوم عندنا واحد القاضي ديال واحد السيد تيتصب على الناس بواحد الطريقه يعني صعيبه. معنا واحد الاسره او عائله يعني كيقيموا بالديار الفرنسيه، كما كنعرفوا عندهم واحد المحل في تقريبا محل في 100 متر، يعني شايينو بالاوراق والمستندات، يعني عندهم مغرقات وعندهم كلشي. وكيتفاجئوا بان كيجي واحد السيد يعني ما عنده لا علاقه بهذا المحل، ما عنده حتى شي حاجه، جا باش ينصب عليهم بواحد الطريقه. يعني قال لهم بان المحل انا كاري. بغينا نعرفوا يعني شنو واقع بالضبط، حيت الناس اللي عارفين المشكل حنا جينا معاهم باش نعرف. اكيد السلام عليكم. انا فتيحة ازيان، عايشة في فرنسا انا وجوج ديالي. كنجيو مي كنجيو كيقول لك هذا واحد الراجل كان الوالدة كريت لك، كرا من عند الوالدة في 2006 شهر جوج، والوالدة توفات، فسخت معاها العقد بعدا عاد توفات. ها هو عندنا البروف وكلشي عندنا، قال فسخت معاه العقد، بقاو غير الورثه بيناتهم ساكنين. خويا ساكن تحت واختي ساكنه الفوق، ما تفهموش. انا كنجي قالك اختي تشري هاد الدار، هاد الدار تشريها، رحنا ما تفهمنا تشري هاد الدار. شريتها انا وراجلي، من بعد شريتها تنتفاجئ كيجي تيقول لك انا راك تكاري هاد المحل، وراني نداعي مع اختي مع على اختي انايا، نداعي مع زيان ميلوده سرقت ليا من المحل. وهو ما عمرو دخل المحل، الساعه اللي درت معاه الوالده العقد هو باقي له شهرين عاد يدخل، ونصب على الوالده كرفسها وتحنا تكرفسنا معاه، تحنا تكرفسنا معاه. غير نجي من فرنسا تلقى العون القضاء قدام الباب ما نصفونا، كلشي معاه هويا. انا كنقدم نداء لسيدنا لجلاله المهدي كيشوف هذا الفيديو، وكنقدم للامن والقضاء يهزونا حقنا حيت ما عطاوناش حقنا في هذه البلاد. انهم كنجي وانا هكا في المحاكم، اعتقلوني بلا سبب، بلا سبب اعتقلوني. احنا مكرفسين بغينا حقنا في هذه البلاد، وانا انتي كابي ها هويا، ما كنطلع لا دروج لا والو. ها الكارطه ديالي، عندي 32 غرزة في الركبة ديالي، دايرة لي غير بلاستيك، ما نقد لا نطلع في دروج لا والو. وديما مكرفسنا هنا، ديما العون القضائي ديما غاديين جايين علينا، والمنفذ. حنا تكرفسنا لواحد الدرجة، بغينا نعرفو هاد الدار واش حنا دايرين هاد الدار بحال لي سارقينها، ماشي دارنا حنا، راه تكرفسنا عليها وضربنا تمارة في الغربة باش درنا هاد الدار هادي. ما عطاوهاش لنا، ماشي صدقوها علينا وما عطاوها لينا، وديال والدينا وورثينها من والدينا. وهذا الراجل ما دخل ما اشتغل مع المرحومه، المرحومه دارت معاه في 2006 العقد، لقاتو نصب عليها حيدت داك العقد، مشى هويا كاين هويا كاين كلشي هنايا. حكمت ليها المحكمه الابتدائيه فسخ العقد للطرفين، وحكمت ليها بالافراغ ليه هو يخرج، هو ما دخلش ديجا ما عمرو دخل، وحكمت ليه ب يصلف يخلص المصاريف المحامي شويه. المرحومه دارها سرقت ليه، حكموا عليها براءه في استئناف. ودا دابا اختي دار هاد الماتيريال كتولد، تا اختي دارها راه سرقت ليه، حكموا عليها بسبعة مليون ونص غرامه. هذا حكم في البلاد؟ حنا ماشي مغاربه، حنا خاصنا هادشي يوقف فيه سيدنا ويشوف لنا كيف كنتكرفصوا في هاد البلاد. كنتكرفصوا إلا ما نصفوناش وما عطاوناش حقنا حنايا، الحق ديما معاه هويا. ودابا حنا نتوما كتشوفوا المحل ساكنين فيه، عندي هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي عندي، عندي الفوق وعندي هنايا التحت، حنا عايشين فيه. ملي كنجيو حفايضنا هنا كيجلسوا، وليداتنا ونسابنا ما عندهم حتى حاجه. هادشي اللي عندنا عايشين فيه، هذا ظلم، ظلم هذا، ظلمنا بزاف وكرفسنا بزاف. واش غنديروا هاد الفوضى؟ غنديروا معاه فوضى؟
يتعدد علينا ويدوز من هنا في الطريق ويصور فينا وعس علينا. احنا ما عايشينش على ساقينا، دارنا وملكنا وبالوثائق ديالنا وبالوراق ديالنا وكلشي ديالنا، وحنا كنتكرفسوا في بلادنا. خاص سيدنا يعتبرنا وهاد الحكام اللي كيحكموا ليه يديروا بعين الاعتبار لينا وحكموا بالحق، وراه كاين غير الله. السلام عليكم، كنشكركم. صعيب هادشي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان كنقدم لكم واحد الشكاية وتشكر الشطيبي على تقديم هذه البادرة الطيبة، لأنه هذا السيد اللي تنهضروا عليه دابا هو أصلا هو نصاب وعنده عدة صوابق. أنا مشاو في طريقه أنه الناس مسؤولين في السلطة والناس هذا، وهذه هي الحرفه ديالو، ما عندوش شي حرفه واحده اخرى الا نص واحتيال بهذه الطريقه هذه. المهم الموضوع هو هاد الدار هذه بالمحل التجاري ديالها كانت ديال محمد زين الله يرحمه، توفى وخلى مراته مع الوراثه ديالها، حضن اولادها جمعهم في هاد الدار هذا هو المركز. جاء السيد جاء كرا من عندها المحل التجاري. هذا المحل التجاري ما مرش انه من علاقه له هي رسميه، كان هي عقد اتفاق وكان عنده واحد الوقت محدد باش يدخل هذا السيد يكري في هذا الكراج، كانت بقات ليه شهرين مده باش يدخل لها. ما بقات يتلاعب عليها، بدات ينصب عليها الفلوس ما هذا. مشات هذه القضيه تفتح فيها ملف انه في المحكمه الابتدائيه، في المحكمه القديمه، المحكمه الابتدائيه في 2006 تحكمت لصالح، وحكمت لي انه بالافراغ وبالمصاريف واداء اي هو ما دخلش اصلا، ما كانش داخل كاع بعد الكراج، غير هي كتبت الافراغ، لانه الافراغ على حسب العقد شنو فيه. عقد كراء وخا ما يكونش داخل، وخا ما يكونش الافراغ، لانه تيمشي هما على العقد. هذا السيد دار انه الفسخ عن طريق المحكمه، دار فسخ ديال العقد 2006، داز 2007، 2007 داز استئناف حكمات عليه انه غير بإفراغ تأييد الحكم بدون مصاريف. ما عرفتش انا كيفاش انا تبدل انه الحكم. ناضت الوارثة السيدة اللي هي أزيان شريفة، توفات الله يرحمها، توفات 2010. في 2010 ناض السيد انه في 2014 حيا الملف من جديد، بدات المحاكمات، داز حكم ابتدائي لصالح انه الوراثة لصالح ميلودا، هو كان دعاه ميلودا لانه قال بانه دارت لي سميتو العرقاله باش ندخل انه للمحل، دات لي الماتيريال، دات لي بزاف الحوايج، هي ميلودا وحدها، ميلودا فهي وارثه من الوراثه. نات انه سميتها فاتحه ازيان وارثه والزوج ديالها، ملي شافوا الصداع غادي ينوض على هذا المحل هذا، عدم اتفاق ديال الاخاء ديال الخوت، نادوا شراو من عند المحاجر كاملين، خدوا من عندهم الدار خلصوهم. كاينين حتى ورثه كانوا في الطاليان، ولاد شي الاخ ديالهم المرحوم حتى هما شراو من عندهم، شنو هاد الدار؟ هاد السيد استغل هاد الفرصة، واش عنده شي عقد مع العرج ومع فاتحة، مع العرج محمد وفاتحة أزيان، ما عنده حتى شي عقد، علاش يدعيهم؟ وأنت عندك وهادو بناو أنه العقد ديال الشراء، عقد شراء بناوه على هذاك الفسخ اللي فسخات المحكمة العقد الأول اللي مع أزيان شريفة. هذاك العقد الأول هادشي علاش بناو عليه هما باش مشاو شراو، ما يشريوش شي حاجه اللي هي فيها صداع، لانه هنا حكم نهائي كاين ابتدائي واستنافي، ما كانش فيه لا نقد لا ابرام، ما كان فيه حتى حاجه اللي باش غيتحبس هنا. دونك هنا ناض هاد الايام هادي، ناض هو يحيي ثاني الملف من جديد، حيا الملف ثاني من جديد، جاب انه دار حكم استعجالي، الناس جاريه مغربيه جايين مزروبين دغيا جايين،
تلقاو انه العون القضائي هنايا قال لهم انه تسني لي هنايا، علاش غنسني؟ ما عرفتش انا علاش غنسني، انا عندي حكم، عندي شاري، ما عنديش مشكل مع داك السيد، ما يمكنش ينسني شي حاجه اللي ماشي هي يعني. خدا استشاره قانونيه من عند المحامي، ناض مشى المحامي خباو عليه الملف، الملف داروا استعجالي، صدق انه المحامي تيقلب على الملف ما لقاهش، لقى حكم استعجالي دوزوه هكاك، دوزوه. دابا جا العون القضائي قال لهم لا انا نعطيكم لو 28 انا الافراغ باش تفرغوا للسيد يدخل للمحل ديالو، غادي يجي المنفذ وغادي يجي العون وغادي تجي السلطه وغادي تجي الناس ديال الامن باش غيجيو هنايا لو 28 لو 28 فهاد الشهر هذا. ناض درنا استئناف، دابا الملف راه هو استئنافي، داز نهار لو 19 هاد 19 الشهر و ناض اجلوه مهله، اجلوه لو 6 11. وهادشي هاد السيد راه حرفتو هي هادي، هو النصب والاحتيال، عنده صوابط، عايشين بهاد الملفات، هو عايش، هو دايما هو يوصل للمحكمة. هاد الناس كيفاش هاد السيد تيتلاعب على القانون؟ والسيد ما قاريش حتى قراية، وتيتلاعب على الناس ديال القانون، دوزو حياتهم من القانون، وعايشين بهاد النصب والاحتيال. هاد الناس واش ما خافوش على بلايصهم؟ ما خافوش انه يجي جار ومجرور؟ راه ديجا انه دار جار ومجرور الناس، انه كثار منهم هما مشاو فيها، ولا داعي للذكر ديال الاسماء ديالهم، ولا داعي ديال ذكر الاسم ديالو هو، لانه هو ما بقاش عنده الاسم الحقيقي، ولات عنده كلمه نصاب، هذاك نصاب واكبر نصاب هنايا. حنا ما بغيناش نلتزموا مع العنف، حنا بغينا القانون يمشي بالمسار ديالو. وراه درنا واحد الشكايه انه المؤسسه المعهد السادس راه صيفطوا رساله للقصر الملكي، للديوان الملكي، بلا نورا جات لجنة طلعت على الامر من محمد السادس ومن القصر، وراه كيتسناو ان هذا الحكم استئنافي اشنو غيوقع. والسلام عليكم. قرب لي الكاميرا. لا ما عمرو دخل. عمرو ما دخل. واخا ما دخلش. هزي. لا عندي كيفاش غادي لا ماشي مشكل، غير قول شنو اللي غتقول انت، غير اضافه غير اضافه، وما راه كاين كلشي غير اضافه. بغينا نبداو من الاول، لا غير اضافه. انا باش 2013. نعم. السلام عليكم. هذه المحله اللي جيت لينا في 2013 على الكونترا ديالو مع الوراثه ازيان، والمراه ديالي حتى هي وارثه منهم، شات حق. انا مشيت انا وياها، حنا من الجاليه من المغرب من فرنسا. مشينا هاد المحل هذا، كان حكم فيه على نيلودا، ولكن حنا شريناه ما شرينا حتى واحد فيه. المحل خاوي هاكا تشوف، كله راه خاوي، ما فيه لا كراج، كاين الداخل راه تدود، ما كاين لا حيوط، كاين حتى حاجة، كلشي. كاين عندي ولادي اللي يجيو هنا، يجيو في الصيف. كملي. يجيو في الصيف هنايا، يدوزو هنا، كاين عسكر من هو تحت. و هذا السيد هذا ملي جيت من العام اللي فات جا لي التبليغ، ما بطبلقش، بدينا عندي الحكم ديالي في 2016 ابتدائي واستئنافي، ما يسالي ما نسالو، ما عنديش علاقه معاه، ما عندي علاقه لا كيف في الوراق، ما عندي علاقه معاه في سميتو في الكلا ولا حتى حاجه، نبدل المحل خاوي جيتو جاي التبليغ. من بعد انا جيت على المرة في هذا العام هذا 2020، جاني عطيني سميت التنفيذ، تنفت عليا باش ندخل المحل، ها هو التنفيذ ديالو، ها هو جات الاولاني، جات كورونا تحبس، من بعد عاوتاني درت صعوبات، ها هي الصعوبة جا المحامي دار صعوبات، نجحت لي عاوتاني هو، حكموا لي هاوي، ها الصعوبات اللي درت عليها، حكموا لي هويا. من بعد ها هي 28 قلت باش يدخل المحل يهرسوا قفل، اللي بعطيت لي بالسعر 27 يجي نهار 28 هرسوا قفوله، والمحل راه من الداخل راه حيط، ما كاين لا كراج لا والو، برا كاين الكراج ومن الداخل راه حيط، حيت داروا مالي داروا درنا حيط، حنا ما كاينش تكون عندنا ما كاين حتى حاجه. وهاد السيد هذا راه نصاب، تيدوز تيمشي للجامع يصورني، غادي يصور بصح داكشي اللي كيصورني
صورني باش يجي يعاوني ولي ها هو السيتي هنا كيصورني غادي يصور فيا وعندي خبار وشفتو بعيني اش كيدير. يعسوا علينا. يعسوا علينا. كيما نجي من برا انا قاش في المحاكم. انا 45 انا عايش في برا. وهذه الدار هذه راه شريتها بثمنها ماشي عطاوها لي فلوس باش شريتها. راه شريت مع الوالدة فلوس شفتهم من برا بالعملة الصعبة. ماشي شفتهم سرقتهم. وهذا بغا ينصب عليا يدير المحل بالسيف. وما عنده حتى علاقة معايا ما عندي لا كونترا لا معايا انا ولا مع الزوجة ديالي. مع المرحومة اللي مات 2010 2006 وفسخ مع العقد ديال دخل مع قبل ما تموت فسخ العقد من بعد ما ماتت جا نصب على بنتي عاوتاني دابا هذا الحكم اللي دار علي انا حيدوا على ميلودا وداروا علي عاوتاني انا واش انا اش العنوان بالضبط هذا الفروبي زياد الفروبي الرقم شارع بن يوسف تشافين 262 262 الرقم عذبنا العذاب عذبنا ما تنشوفوش عائلتنا ملي كنجيو حنا في المحكمه حنا في المحاكم. طيب دابا شنو كطلبوا دابا؟ كنطلبوا من جلاله الملك خاصو يشوف معنا هادشي اللي هاد الناس كيخرجونا من المحاكم ديالي واش انا عايش في برا شحال من تقريبا 50 عام وانا عايش ويجي واحد يخرجك من محلك ظلما نصب عليك نصب على الاولين جا نصب على الاخرين عاود نصب عليا عليا عاوتاني الحكم اللي يحيد واحد يدوز واحد قالك انت تحملت كل شيء تحملتي هذيك المحمول ديال ميلودا وديال وميلودا تحملت على امها وانا تحملت على ميلودا عاوتاني ميلودا باعت هي وارثه ماتت تحملوا انتوما تحملت انت اللي شريتي شريت انت اللي انت اللي راه منكر هذا ما عرفتش شريتي تحمل داك الشيء تاع اللي ماتت تنطلبوا من هذيك الجاليه اللي ديك اللجنه اللي جات عندنا ديال المحكم السادس ان شاء الله مع القصر الملكي اللجنه ديال هذا بغيت تكون حاضره في المحكمه في الحكم الاستئناف. و 2016 درت انا الشكايه لوزاره العدل وزاره عارفين هي تديروا وزاره العدل وزاره العدل ها هما يا وجاوبوني وباستئنافيه كل شيء ها هي الجاليه محمد السادس محمد وزير العدل هذه تاع المؤسسة المحكم السادس رجعوا لي وها كل شيء هذا الشيء راه مجاوب يعني وهذا الحكم اللي داز عندي داز بالبراءة ما يسالي ما سالو يعني بعد رجع عاوتاني يعني واش اللي رجع ما يمكنش داز حكم ابتدائي واستئناف واش اللي رجعوه لا حول ولا قوة ما فهمتش لهذا المسطرة هذه ما فهمتش هذا الدستور هذا وما فهمتش علاش علاش حنا بغات تخرجوا حوايجكم ويدخل هو هذا صافي هذا ظلم سيدي يلاه بغى يلاه بغى يدخل قال لك لانه يلاه يحط رجلو في الكراج يبيع السيارات جاب الناس بغى يشري السيارات بغى يشري يبيع السيارات قال على ديال الناس شنو هو هذا ظلم هذا اللي تبيع السوارد ديال الاوقاف واش هذا ماشي نصاب حنا ظلمنا انا ما فهمتش انا القانون كيجي مع هذا السيد هذا وتيدوز ليه هذه العقود هذه تدوز ليه بالبيع السوات ما فهمتش انا باقي ما بغيتش تفهم ليا انا في القانون واش المغرب واش عنده شي قانون واحد اخر انه مخبي ما نعرف الا كان القانون ديال انه الاوقاف ما تتبعش راه هو جالس يبيع فيهم صور له محلات تجاريه انه ديال الجمع ولا تباع تتباع سوات ما كايناش هذه في القانون واش كاين شي حاجه ديال الاوقاف تتباع اللي ما تيتراتش اللي ما تيتراتش انه الاوقاف وهذا السيد راه خدام تيبيع هادشي وديجا انا مر من هاد المشاكل هادي ديال الكرا راه ماشي كله انا وكله مشاكل كله مشاكل من الصاب وكل شيء الحومه كلها كتعرفوا الحومه كلها كتعرفوا الصاب واش وكيحكموا ليه هو